اتنين مفلسين قتلين قتلة خلصوا على بعض. ولا نعقل كده ونكمل بقية اتفاقنا. الميتين لا يمكن يصحوا، لكن العايشين ممكن ينتقموا، وساعات انتقامهم بيبقى أبشع مليون مرة من الموت. غيرلي السكينة دي، ما بتقطعش اللحمة كويس. أدوية ومهدئات ومنومات وبني أزرق، إيه اللي جرالك يا بنتي؟ أنت ليه مصممة تكشفينا؟ أنت لا عارفة تكوني أم ولا عارفة حتى تكوني أخت. أنت تحت تأثير الصدمة، أرجوكي فوقي. دي تمثيلية عاملها على مراته عشان يطلع منها الفلوس. أنا مش ضعيفة زيك، وعمري ما سبت راجل يتحكم في حياتي. مش هينفع ادخل السجن عشان انت مش قادر تمسك نفسك على واحده ست. مش ممكن. الادويه اللي بتبلعيها دي هي اللي بتعمل لك كل الهلاوس. كل حاجه هتمشي زي ما خططنا لها.